مفاصلنا احنا. وانا كنت قائد عمليات دائما اقول مراكز الشرطة، الواجهات الأمنية بتماس مع المدنية. الآن مراكز الشرطة فسدت، والدليل على ذلك قبل عندنا في مركز الشرطة أكو سجل موجود، من يجي المواطن يشتكي ويقدم دعوة يتفتح سجل، تتدخل القضية مالته ويشال ورقة رقم الدعوة تنختم وتنعطى إلى هاي اللي وعينا عليه احنا. هسه الآن بقت أسيرة لأبو المركز، ضابط المركز مرة يبتزهم بالمال، مرة يبتزهم بالشرف، وهاي واردة لا تقولوا لي لا. قسم ما يسيره للقاضي، يا أما عرف الخصم، يا أما متنفذ مادية، يا أما هو سوى للتنفس ضابط المركز لفساد مالي أو أخلاقي. السلوب الثاني اللي هي الجنسية والأحوال المدنية وما تبت به هم موجودة أيضا، نفس مرة إشارة ماكو، مرة استمارة ماكو، مرة اليوم جوازات ما أجتنا، مرة أجلكم الله السيئين من يقدمون للمعاملة يحطون له بها ومشاها. هاي الأساليب إحنا نعرفها. بالأخير خربت الأمور من تدخل بها المادة، انباعت الضمائر، وإذا انباعت الضمائر انباعت النفوس، وأصبح المواطن في خبر كان زدنا المواطن هم وغم ونفس سيء ضد الدولة. وحقا لو أنا مواطن نفس الحالة، المركز مال الشرطة فقد القوس الإداري مالته، المسؤولية مالته، صرنا كل احنا نحط البي كيس ونركض. والدليل على ذلك احنا لحد الآن مدى نقيم الأمن المجتمعي تقييم صحيح، توجيه انه نتجاوز كل السلبيات بمهما نتمكن من إمكانيات، نخفف عن كاهل المواطن، لأن إحنا الداخلية أنتم يعني بتماس مباشر مع كل طلبات المواطن وقعدتها اللي كل تفاصيلهمكم. الرسول يقول اطلب العلم من المهد إلى اللحد. إحنا الداخلية من يولد الإنسان إحنا سجلناه، ومن يتوفى من سجله ويروح الدار الآخر. إذن كل معاملته يومكم أكو فساد كبير جدا، الفساد لا يقل تأثير عن الإرهاب. اللي يمد يده ويفسد شغلات غير قانونية مستعد أن يدخل له إرهابي، مستعد نسوي الأكبر. إحنا هدفنا أن نعيد هيبة الشرطة بالشارع. أولا خل نكسب ثقة المواطن بالشرطة. إذا المواطن ما يعتقد بيك لو شو تسوي، مو تلبس بدلة زينة الشرطة وتوقف بالشارع. المواطن متى ما عرف أنت حريص في خدمته فعلا وتطبق القانون بشكل صحيح وعادل وتبتعدون عن هذه ملذات الدنيا والابتزاز المالي والابتزاز الخلقي، لا بيتساء كسبت ود المواطن. من كسبت ود المواطن تجد انه بتكسب ود المنتسب مالتك، تحقق عدالة بينه، شربه بأكله بملبسه بحقوقه بجازته كلها، مو هذا تاخذون منه وهذا ما تاخذون منه، وهذا أكل زين وهذا أكل مو زين، وهاي كلها عندي. هاي الأمور نهجنا، الشرطة في خدمة الشعب، القضاء على الفساد، المنصب لمن يستحق وفق الكفاءة والنزاهة. ذن الثلاث نقاط نطبقها نحن. إذا نطبق هاي النقاط حتى تنعكس على الوضع الأمني، ليش صار عندك انضباط، ازدادت القوة القتالية مالتك بالشارع لأن أنت ما مبذر بيها، ما تذكر بالمورد اللي يجيك لبيتك يكرمه، هذا إلى أساس أمن البشر، حياة البشر وممتلكات البشر، إذا تفرط بها انتهت الدوائر مثقلة بالفساد. أنا في البداية حكيت قلت ليش نقطة قصاصة للمواطن من يشتكي بمركز الشرطة، لأن لو يبدون يبتزون به، لو يقول له الدعوة مالتك ضاعت، لو كذا ويضيع حاله. فمن الآن كل مراكز الشرطة مالتك تفتح بطاقة الشكوى ويطوها، والمواطن ينختم ونحطها بجيبه، يروح المواطن، هم يسيرون عند القاضي، يقرر القاضي حتى من يجي المواطن يراجع. إذا الأمور تطبقت بشكل صحيح، العدالة، وأصبح دور للشرطي والمواطن احترمك وزادت ثقة المواطن، تعاون وياك المواطن، بالأخير ينعكس وين على الوضع الأمني اللي واجبنا إحنا أولا الأمن الداخلي. أنا مو قدام شرطة ديالى، شرطة ديالى مقاتلة،
شرطة ديالى أول من بدأت معارك التحرير شرطة ديالى في العراق، حتى نكون صريحين ودائما أتحدث. بس هل انطينا درس وقاتلنا ونتراجع؟ أنا هذا الحكي يشمل الشرطة ويشمل المرور أيضا الموجودة ويقسم كل المفاصل، سواء الجنسية، المرور، الأحوال المدنية، كلها يشملها هذا.